لان الخطر الموجود في المغيله، خطر المغيله شكون موجودين؟ جماعه داعش اللي تم طردهم من الجبال، ها من القصرين، ها ومن الكاف ومن الجندوبه، وهم عناصر تونسيه اساسا، لان فما تعرفوا كانت كتيبه عقبه بن نافع، اطردوهم ومشاو للمغيله هبطوا اللوطه واخطر واخطر كما قال، لان مش معش حدود ولا في العمق البلاد في قلب تونس، ثم قريب جدا ان يمر حتى يربط مع ما يسمى الحلقه المهمه اللي هي ليبيا. هام جدا. دونك شنو باش نقول فقط انا، هي الدواعش هذوما، ها انا في الوقت الحاضر انا اسال سؤال، نقول هل هما 10 ولا 12 حسب ما يقدر عددهم، أما عددهم له يكبر؟ لازم نكونوا واضحين، هل يكبر؟ لأن ما ننساوش، احنا نسينا ألا فما الضغط اللي موجود على سوريا وفي مواقع بلدان أخرى، بعض ألا رجوعهم في مش يرجع لك لتونس، هذا مش يرجع لك لتونس في في في, في ملاذ في مأمن. هي هذه المجموعات، لذلك يمكن فما تخطيط معين. لذلك نرجع لكلامي وش نقول، هام جدا أن العنصر البشري هام جدا يكون في الميدان وتحميه وتكون معاه، لأنه هو درعك، هام جدا. ثم الشيء الثاني، ها هو أنك أيضا تكتسح الأرض، لا تبقيها للغير.